الشياطين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما نافية يلفظ من قول نكرة في سياق النفي يفيد يعني أي قول يقول الإنسان إلا لديه رقيب عتيد. هما ملكان، هم الملكان، لكن أريد أعرف معلومة منكم، من هما، من هو منهما عتيد ومن هو منهما رقيب؟ رقيب عتيد. اللي على اليمين رقيب ولا عتيد؟ واللي على الشمال رقيب ولا عتيد؟ كاتب الصالحات رقيب، وكاتب السيئات عتيد. العكس محمد، العكس. شوف إخوان، أنا لا أريد منكم فتوى بحيث واحد يقول خاف أن أقول على الله بغير علم، هذه مدارسة. إن أجبت صح قلنا صح، وإن أجبت خطأ صححناك، عشان المعلومة تأخذ معك إليك وسوف. الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب أو الله أعلم. هذه صوت نقص، لا يأكل ولا يشرب. شوف إليك وسوف يا أخي. الآن نريد أن نعرف من هو رقيب ومن هو عتيد، اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ هو على اليمين الرقيب، اللي على الشمال. الشمال هو الرقيب. نعم. تخالف يعني؟ لأنه لا يكتب، هو يراقب. يراقب. لا يكتب يعني مباشرة. الله أعلم. حلو، الله أعلم، هذا مستمر. والثاني طيب، هذا ما يكتبه، وعتيد؟ عتيد. عتيد على طول يكتب. رقيب وراقب. ها. العتيد عتيد على اليمين. طيب يعني الآن عندنا إجابتان، يعني إحداهما عكس الأخرى. واحد يقول رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، سيقول لا، عتيد على اليمين ورقيب على الشمال. إجابة ثالثة وأخيرة. لحظة شوي، إجابة ثالثة. يلا أمين، آخر إجابة خلاص. كلاهما رقيب وكلاهما عتيد. رقيب معناه يراقب، عتيد معناه حاضر لا يغيب، مش عنده نص دوام، مش اليوم إجازة، مش اليوم السبت، اليوم لا، رقيب عتيد. فرقيب عتيد هذان وصفان للملكين، كل منهما رقيب يراقب، وكل منهما عتيد حاضر لا يغيب. ولو لاحظت كلمة عتيد مرت في السورة قبل هذا، هذا بعد هذا، بعد هذا، هذا ما لدي عتيد يعني حاضر. فالملكان كل منهم رقيب وعتيد، وليس رقيب اسم لأحدهما على اليمين ولا على الشمال، ولا عتيد اسم للآخر على اليمين على الشمال، وإنما كلاهما رقيب يراقب وعتيد حاضر لا يغيب. راحت كسوفة، ها؟ واضح الآن؟